السلام عليكم، سعيد بن الفقي عميد فريق أبناء فاس لكرة القدم بطول الأطراف. أولا هنيئا لكم، وثانيا هذا الشريف من مجلس مقاطعة أبدان، ثم فزتوا بكأس 12 البطولة الوطنية، الصعيد الوطني، فكيفاش عشتوا الأجواء ديال البطولة؟ شنو هي المعاناة اللي لقيتوا؟ شنو هي الصعوبات اللي واجهتوا حتى وصلتوا للتوج؟ شكرا على هذه المبادرة الطيبة ديالكم. أولا بالنسبة لفريق كرة القدم، فكنظننا فريق كرة القدم يعني عندنا عناصر اللي صراحة الموسم كامل يعني فزنا في جميع المباريات بدون استثناء، وتمكننا من الفوز بالبطولة الوطنية، كما تمكننا من بلوغ نهائي كأس العرش اللي غيتقام لاحقا في شهر 9 كنظننا. وكانت معاناة، ويعني ما كاينش شي دعم مثلا من يعني من الناس ديال المدينه او هذاك، ولكن رغم ذلك فكاين واحد جوج الناس اللي دائما فين ما كتذكروا جمعيه ابناء فاس الا وهؤلاء الناس، هاد الاسماء هذو كيتذكروا، هو السي سعد اقصبي اللي فاتح لنا الاكاديميه ديالو في كل وقت وحين، والسي بوشتا الزراد اللي دائما معنا في السراء والضراء. وبالنسبه للعناصر ديال فريق جمعيه ابناء فاس لكره القدم بطول الاطراف، يعني كيتواجد فيها تقريبا 70% من عناصر المنتخب الوطني المغربي، فيما ذلك اللاعب المايسترو سي محسن الشغاغ اللي تختار كاحسن لاعب في البطوله البولونيه، وحارس السي العالمي اللي تختار كاحسن حارس في دوري دولي بمدينه بولونيا ايضا. وكنتمناو التتويج بكاس العرش باش يعني نوصلوا للقمه. ودائما يعني هذا الفريق، هذا ديال فريق ابناء فاس لكره القدم مبطول الاطراف، دائما كيكون واجد في جميع المنافسات ويضرب له الف حساب من الفرق الاخرى. كما قلت انت ان هذا الرياضه هي حديثه عهد، يعني يلا تنشا المنتخب الوطني المغربي، وهذا النشاه والاحداث ديال المنتخب الوطني المغربي كان له يعني الانشاء والاحداث ديال المنتخب اعطى واحد الدفعه قويه لجميع اللاعبين باش يجتهدوا باش يوصلوا للمنتخب الوطني المغربي. وكانت هذا الرياضه يعني رغم حدثت العهد ديالها، الى ان الناس دابا يعني بعد مشاركه المنتخب الوطني المغربي في اقصائيه كاس افريقيا بتنزانيا، ومشاركه في الدوري الدولي ببولونيا، ثم كاس العالم في تركيا، يعني بداوا الناس يتابعوا هذه المقابلات وهذا النوع من الرياضه. وكنتمناو يعني باش المنتخب الوطني المغربي لان عنده منافسات قاريه ودوليه قادمه ان شاء الله، كنتمناو باش تزيد هذه الرياضه يعني تبان على الصعيد الوطني والصعيد الدولي ايضا. عبد الوهاب الحمومي، لاعب المنتخب الوطني مبطول الاطراف، وكذلك عضو في جمعيه ابناء فاس ذوي الاحتياجات الخاصه بمدينه فاس. مشاركه ديال المنتخب الوطني واللي انا كلاعب فيه، كأول مشاركة كانت عندنا في 2019، مشاركة ديال في البطولة الإفريقية في دولة تنزانيا اللي كلاسينا فيها من أربع الأوائل اللي أهلتنا لكأس العالم ديال اللي تقام في تركيا. كانت مشاركة متميزة، وكأول كان المنتخب حديث العهد في ذاك الفترة هذيك، يعني تقريبا شي 20 يوم من منذ تأسيس المنتخب الوطني، ومشينا شاركنا في البطولة الإفريقية بالحلو ديالها بالمر ديالها. رغم كان قلة ديال الدعم، ولكن ذاك الإمكانيات البسيطة ديالنا استطعنا أننا نجيبوا التأهل ديالنا لكأس العالم. كذلك في إطار الاستعدادات ديال المنتخب الوطني، قمنا بمشاركة في الدوري البولندي في شهر 6 من سنة 2020، وكذلك احتلينا المركز الثالث. ومنها في شهر 10 كنا شاركنا في البطولات العالم اللي تقامت في تركيا. كانت مشاركة متميزة، وكان المنتخب عنده كان مفاجأة لذاك هذا الموسم هذا، والحمد لله استطعنا اننا نحتلوا المركز الخامس على اعتاد المنتخبات مثل البرازيل، الارجنتين، يعني منتخبات اللي عندها باع في هذا المجال هذا، واستطعنا اننا نفوزوا عليهم. والحمد لله كانت الصراحة مشاركة مميزة، وكانت نتائج مشرفة بالنسبة لنا،
تعطات إشاعة كثير كبير لهذه الرياضة هذه في المغرب، والمغرب لأن كتعطى له قيمة أكثر وكتنضرب له حساب. بالنسبة للمشاركة ديالنا كجمعية في داخل النادي ديالي فالحمد لله. صحيح بالنسبه لينا حنا كمنتخب وحنا داكشي اللي علينا اننا درناه هو ان داك العزيمه ديالنا بداك الاراده ديالنا استطعنا ان نفوز على هذوك المنتخبات وان نفرضوا راسنا في الساحه العالميه. وليت تكلاس المنتخب الوطني الخامس عالميا واول عربيا ثاني افريقيا، فهذا الصراحه كيشرفنا وكيشرف الرايه المغربيه وحنا فخورين بهذا الانجاز. لكن على الغرار على هذا الشيء كامل لابد كنهضروا على هو كاين دعم نفسي كاين دعم جماهيري كاين يعني كنلقاو تحيه كبيره من الجمهور المغربي كيف ما اي منتخب كيلعب وكيشرف الرايه المغربيه. لكن الدعم اللي كتلقى هذه الفئه ما فقط معنوي او الناس اللي عندهم اهتمام بهذا المجال مثل سعد اقصبي اللي كندرنا انا التكريم في هذه القاعه هذه، وخصنا واحد المبلغ مالي اللي كيدعم به داك الابطال هذوك المغاربه. ما في المقابل ما كنلقاوش ان الوزاره الوصيه ان ما كتعطاش واحد البريم واحد الدعم اللي ان داك حتى داك اللاعب انه يحس بانه راه يعني محترف او لا يعني كلاعب المنتخب الوطني باش انه يسير هذه الرياضه هذه ويتريني اكثر ويزيد يعطي من الامكانيات اللي عنده. فنتمنى تكون اذان صاغيه لهذه الفئه هذه لان بصراحه انهم كيتقاتلوا وكيشرفوا نفس الرايه كيف ما اي منتخب كيلعب على برا. هو كما يقال اول غاتي مطر اليوم الجمال جاء المقاطعه ديال اعداد درتو واحد الدرجه طيبه وبغيت نشرفكم خصوصا انتم توجدوا دابا نتكلم على الفرقه الجميله ديال الانجاز انكم توجدوا في البطوله الوطنيه بالنسبه للصراحه المقاطعه اكدار ماشي 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 اول مره غادي دير هذه الالتفات هذه يعني كنت في اي تظاهره كنجيو حنا الاولى اولا كنديروا شي انجاز كانت اول المقاطعات في مدينه فاس اللي كديرنا هذه البوادر يعني كتكون سباقه لهذه الامور بحال هذه. الصراحه شكرا للناس المشرفين على المقاطعه السيد الرئيس السيد سعد اقصبي، الشكر الصراحه موصول لكاع المكونات المجلس. بالنسبه لينا حنا كجمعيه وكنتلو مدينه فاس كنحاولوا اننا نديروا اللي في جهدنا اننا باش نرفعوا من القيمه ديال المدينه وطنيا. فشكرا جزيلا كاع الناس اللي كيعطيونا هذه الالتفات هذه وكيعطيونا هذا الدعم النفسي والمادي. شكرا. واخا شكرا الصراحة يعني حاليا حنا في مدينة فاس إلا ما كانش السي سعد أقصبي اللي موفرنا الفضاء صراحة ديال الأكاديمية أننا كنترينو الوقت اللي بغينا اللي من قبل ما كانش عندنا هذا الفضاء هذا لأنه كما لقيناش داك السيد أنه ما غاديش نلقاو فين نترينو كنا كنتقدمو للملاعب ما كنلقاوش بحكم أن العكاكز كيقول لك ربما أنه يتنتقب للغازو ولا شي حاجة. فشكر الصراحة للسي سعد، شكرا لمقاطعة أكداد الصراحة اللي كتكون هي الوحيدة لحد الآن في المقاطعات اللي كاين في مدينة فاس اللي كتكون اللي كدير هذه البادره هذه الالتفات لذوي الاحتياجات الخاصه.
احنا اللي علينا كنديروه ونتمنى ان شاء الله تكون التفاته من عندهم ويعطيونا غير حقنا. احنا ما نطلبوش احنا ما انا ما نطلبوش لي ما خصناش اللي يعطف علينا، بالعكس اللي يعطينا حقنا. يعني كيف ما اي فرقه انك تدافع على مدينه فاس وكتجيب الالقاب لمدينه فاس، كانت هذه الجمعيه هذه راه كتجيب الالقاب لمدينه فاس، كنتمنى تكون التفاته كيف ما هذوك تكون لهم التفاته تكون لينا التفاته. وشكرا. السلام عليكم، اسم ديالي فاتحه الحكيم من ذوي الاحتياجات الخاصه، كنتمي جمعيه ابناء فاس. احنا كنشاركوا في شاركنا ببطوله المغرب كره الحديديه، وشاركنا مع جميع الجمعيات على الصعيد الوطني المغربي، وفزنا بالرتبه الثانيه مع الابطال اللي كانوا خداوها في الرتبه الاولى. بصراحة هذه الالتفاتة اللي دارت لينا دابا المقاطعة أول مرة في حق الجمعية كيديروا لنا هذا التكريم هذا وهذا الاحتفال هذا، من بعد فوز كبير ومن بعد عدة إنجازات اللي كنا درنا. احنا الجمعية ديالنا ما كتحتويش غير على الرياضة، راه عندها عدة رياضات في المجال كله، راه يعني جمعية رياضية على صعيد المغرب. اول مره كيجينا هاد التتويج هذا اللي صراحه الله راه مزيان لينا، حفزنا واحد شويه، ولكن بالنسبه للدعم ما كاينش، راه ما كاين لا وطني لا مادي لا معنوي حتى حاجه. نقول لك الصراحه راه ما كاينش مره، يعني تروسبور كنعانيو من تروسبور، كنعانيو بزاف د الحوايج ولكن ما كاينش الدعم كاع. ولكن حنا عارفين بان الناس بحالكم اللي نقولوا الاحتياجات الخاصه يعني كيعانيو وعانات اكثر من الانسان العادي، ما بالك الانسان العادي كيعاني، ما بالك الناس اللي يعني الله يكون في عونكم، انتم بحال خاصو يكون عندكم نقل خاص وما بيت خاص واقامه خاصه، يعني وبالاضافه لان كيحسوها، واش كاين هذا الشيء من طرف المسؤولين والجهات الوصيه على القطاع ديال الرياضه بحيث الناس اللي قالوا الاحتياجات الخاصه ما كاينش شي حاجه؟ احنا كنفتقدوا هذا الشيء بزاف، ما كاينش بصفه عامه، ما كاينش، راه ما تلقاو حنا لا دعم لا في مادي ولا القطاع الخاص ولا في النقل ولا حتى شي حاجه، ما كنلتزموش هادشي كامل، ما كاينش. ديما خصنا حنايا اما حنا كندبروا على باش نمشيو ترسبوره، كنعاني واحد المعاناه ما نقولكش، راه كتشوف من مره كنمشيو في 207 ما فيهاش السراجم مسدوده، يعني حتى الهواء اللي يدخل لينا ما كايناش، ما بالك حنا معاقين وكنمشيو في 207 مسدوده ما كاينش حتى الهواء وما كنلقاوهاش، بعد مره ما تلقاوهاش كاع بحكم ما عندناش الدعم، راه كنضطروا نساهموا وعاد نلقاو باش نمشيو نديروا كنواصلوا المسيره نتاعنا الرياضيه، وكنتحداو نفوسنا بزاف.